المهم أن النية حينما تصلح فكل العمل يصلح. ذكر جاني واحد غربي أيام زمن وكنا في البحرين، كان الإسلام شيء يجمل الإنسان. قلت له شنو مقصودك؟ قال يعني بعض الشركات، بعض الأعمال التجارية، وربما بعض الديانات يوم اللي يطلبون بعض الناس الجدد، أتباع جدد لهم، لأنهم يردون تبرعات فيردون جيوبهم مثلا، أو يطلبون من عدم المساعدة في إنجاز بعض الأمور فيريدون زنودهم. الإسلام شيء يريد من الإنسان. قلت له الإسلام يريد من الإنسان نية، إصلاح هذه النية، إصلاح الجواني. من أصلح جواني أصلح الله براني. شو يفكر؟ قال إذن الإسلام يريد كل شيء. يوم اللي يريد هاي النية وصارت لله، فالزنود تأتي والأموال تأتي والوقت يأتي والمنصب يأتي، كل شيء يجي هنا. بعد ما يريد هذا المنصب في سبيل المنصب، يريد المنصب في سبيل العمل. هذا المنصب يريده حتى يخدم الأمة، يخدم الناس. علي بن يقطي وزير في دولة هارون الرشيد، غير الرشيد، ووزير في دولة هارون الرشيد بالقياس إلى دولنا اليوم امبراطور، لأن هارون الرشيد كان يحكم المعمورة كلها ويخاطب السحابة قائلا انظر حيثما شئت فإن خراجك عندي. وين رايح أنت؟ وين ما تروح أراضي أحكمها أنا. على أي أرض ينزل مطرك يا سحاب فإن النتاج الخالص يوصل إلي. هذا وزير في دولة هارون الرشيد، لكنه من أتباع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. رجل صالح نيته خالصة في سبيل الله، فينتهز فرصة موسم الحج حتى يأتي لملاقاة الإمام ويتلقى منه التعليمات ويسأل منه مسائله ويوصل إليه ما يجب عليه إيصاله إليه. السنة مرة يلتقي بالإمام سراً. الناس كانوا يأتون إلى الحج والمخبرين عددهم كان قليل، غير قادرين على أن يراقبوا كل شيء. يجي بالليل متخفي، يدخل على الإمام في المدينة المنورة، يطرق الباب، وزير في دولة هارون الرشيد. اجى سنة من السنوات، طرق الباب على الإمام موسى بن جعفر. من؟ قال سيدي علي بن يقطي. قال لن آذن لك. ما آذن لك؟ لماذا يا ابن رسول الله؟ إمام وهو يعرف مقام الإمام. إذا الإمام موسى بن جعفر لا يأذن له فمعنى ذلك أن الله غير راضي عنا. قال ولم يا ابن رسول الله؟ قال إن إبراهيم الجمال إجا من الكوفة حتى يشوفك في بغداد فلم يأذن له حراسك، جماعتك ما سمحوا لك. ألهم ما أصلح يا ابن رسول الله، ما عندي دائما فرصة أجيبك. السلام متخفي جاء أبدا، لن أرضى عنك حتى يرضى عنك إبراهيم الجمال. شو شغل الجمال؟ واسطة لإكراء الجمال، صاحب الجمال في مكان اللي عنده حاجة يحملها على الجمال، هذا يجيب، هذا عنده جمل يجيب يحصل فتح من الله بسيط من المال جمال. وهذا إمبراطور وزير في دولة هارون الرشيد. يا ابن رسول الله هذا رجل في الكوفة، أنا الآن في المدينة، شلون أوصل له حتى يصير راضي عني؟ قالت تذهبوا إلى البقيع، خلف البقيع تشوف لك هناك جمل تركبه يوصلك إلى الكوفة، روح خذ رضاه وتعال. راح وركب على الجمل، طويت الأرض من تحت أرجل الجمل، وصل إلى الكوفة، بحث عن إبراهيم الجمال، دلوا على بيته، طرق الباب. من؟ قال علي بن يقطي. معقول؟ أنا رايح
ليلة بغداد ما حد سمح لي أدخل عليه، هو جاي على باب بيتي نص الليل، فتح الباب شفعت هذا علي ما يقتل خير. قال أنا ما أدري طبعا، أنا ما أدري، مو أنه عرفتك وأعطوني خبر ما سمحت لك، الحراس ما عرفوا، بس هذا ذنب إلي، ليش أخلي حراس ما يخلون أي إنسان يدخل علي؟ هذا يعتبر ذنب. شايف بعض الأوقات بعض الناس يبرئون الأمراء والرؤساء، يقول هو خوش آدمي بس اللي حواليه، يعني هو مو خوش آدمي، إذا كان صالح فمن حوله من الصالحين. ما معقول يجمع ناس من الظلمة والفاسقين والفاجرين حوله وهو يبقى صالح ومؤمن وصالح. على كل حال جائز تسمح من عليها، قال مسامح، قال أولا شنو حاجاتك، قال كذا كذا، قال كلها مقضية ومسامح، قال لا أنا أخلي وجهي على التراب أنت القدم تدوس عليها، لا أدوس على وجهك يا با. يا أيها الوزير، قال ما يصير، شوف إمامي وإمامك غير راضي عني، وأنا ما أريد أكتفي بأنه تقول لي أنت راضي عني، أريدك تسوي بحق الله عليك وبحق موسى بن جعفر عليك إلا ما وضعت قدمك على وجهي. يلا هذا مخلى وجهه على التراب، ذاك مخلى قدمي واقف على وجهي، لا 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 لازم تركب على وجهي دوس، ما أريد مجاملة، أريد الحقيقة، حقيقة أريدها، مجاملة ما أريد، درس على وجهي. ومرق وجهه بالتراب، ثم عاد وركب الجمل وصل إلى المدينة في نفس الليل، وراح على بيت الإمام موسى بن جعفر، طرق الباب قال لقد رضي عنك، هذا وزير، لكن هذا الوزير لا يعتبر الوزارة شيئا في مقابل رضا الله وطاعة الله والعمل في سبيل الله والعطاء للأمة، شنو قيمة المال والدنيا إذا كانت حائل بين الإنسان وبين رضا ربه؟ أنت جئت إلى الحج لكي تعرف ربك من أجل المعرفة، ولكن لكي تعرف ربك لا بد أن تعرف نبيه، ولكي تعرف نبيه لا بد أن تعرف حجته، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني أضيع طريق الجنة. المعرفة تكون هكذا، أن تعرف الحجة، أن تعرف النبي، أن تعرف الله عز وجل. هذه المسألة شلون نعرفها؟ تعرفها من خلال معرفتك المسلمة.